بساتين مع حسن شاهين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الحلقة رقم 13 من برنامج بساتين. أنا متخيل أنه أنتم متخيلين الشيء اللي أنا متخيله، معلش عقدتها أنا عارف، لكن أنا متخيل نفسي أنا وحضراتكم جالسين في بستان حلو وجميل، كل شوية نقطف منها زهرة ونقطف منها وردة. فالوردة رقم 13 الآن مهمة جدا. أنا تكلمت في اللقاءات الماضية عن العمل وجمال العمل، ونحمد الله على الوظيفة وننظر إلى الوظيفة بنظرة إننا يعني إحنا بنسعى في بناء مستقبل الحياة، بنسعى في صناعة الحياة. انتبه، إذا كنت أنت في وظيفة انظر إليها أنك أنت بتشارك في صناعة البلد، في صناعة الأوطان، في صناعة الحياة، وربنا سبحانه وتعالى لن يخيب عملك. ولذلك العنوان اللي كتبته، أنا كتبت عناوين كثيرة لهذا البرنامج، العنوان اللي بعد عنوان العمل راحة، العنوان اللي بعده يرتبط بي، كتبت الدراسة الجادة تخطيط مهم للمستقبل وصناعة فاخرة للحياة وعز. أنا لما أدرس وإنت في الجامعة الآن، ترى أنا أحيانا أروح مكتبة الجامعة يكون عندي وقت فراغ، مكتبة الجامعة تشتغل لما يعني صلاة العشاء تقعد شغالة، فأنا أحيانا أروح أقعد فيها أشوف الطلاب. طبعا أنا دحين يعني من زمان تركت الجامعة، من سنين طويلة جدا، لكن أروح حتى بعض الطلاب يطالعوا يقول إيش جابوا هذا، له طالب ولا شيء، والله أقعد أقرأ كتب كثيرة وأستفيد وأطالع في الطلاب وهم جالسين يصنعوا صناعة، كأنك أنت عارف خط الإنتاج لما تشوفوا في اليوتيوب فيلم إنتاج السيارات، فيلم إنتاج الألبان، فيلم إنتاج التلفزيونات، الخط الإنتاج. الجامعة أو المعاهد أو المدارس أو أي شيء أو الكليات التقنية، هذه كلها هي خطوط إنتاج تخرج ناس، إما الخط الإنتاج يكون جيد أو يكون أحيانا أقل شوية. كيف يكون الخط الإنتاج جيد؟ أنت لازم تساعد في جودة خط الإنتاج. أنت يا ابن الطالب تفكر أول شيء، تفكر في لا تدخل التخصص أنت ما تبغى أو ما أنت منسجم فيه، وشوف التخصص اللي موجود ومطلوب في سوق العمل. ولو أرغمتك الظروف يعني والدنيا أرغمتك أنك تدرس شيء أنت ما تبغاه لكن له مستقبل في الوظائف، في المستقبل، في الدنيا دي كلها، حاول تتأقلم معه وتحور نفسك. ترى شوفوا أهمية الإنسان تفرق عن الديناصور. الديناصور إنه الإنسان متأقلم، الديناصورات اختفت من زمان. بالمناسبة كان في ديناصورات يعني في الزمن الماضي كان في ديناصورة، ما في ديناصورة الآن. ليه؟ لأن الديناصورات ما عندها المرونة التي تسمح لها إنها تتأقلم. الإنسان عنده، الإنسان يتأقلم مع البرد، يتأقلم مع الحر، يتأقلم مع المرتفعات، يتأقلم مع المنخفضات، يتأقلم مع الفيضانات، يتأقلم مع تسونامي، يتأقلم مع الأعاصير، يتأقلم مع كل شيء. الإنسان ده عجوبة خلقه الله سبحانه، ربي سبحانه خلق الإنسان أعجوبة، يعني ما فيها كلام. أنت معايا في الموضوع ده إنه الإنسان هذا أعجوبة، ولذلك هو يستطيع إنه يتأقلم. المرونة اللي عند الإنسان وعند بعض الكائنات الحية اللي هي استمرت من زمان، لكن الديناصور مسكين ما قدر يصير عنده مرونة وما قدر يتأقلم فانتهى، فخلاص ما عاد في ديناصورات. إلا إذا كنا نعتبر أن الضب ديناصور، ما أدري، ممكن الله أعلم يعني ديناصور صغير. فلذلك الإنسان كيف أنه يتأقلم مع حياته لكي يدرس. ولذلك أنت الآن على مقاعد الدراسة اللي قاعد يسمعني، أو لنفرض أنت الأم بتسمعيني والأب بيسمعني، نفهم أولادنا. ترى انتبهوا يا إخوة، العلم والأفكار تتناقل بالحوارات. يعني ولدك ما سمع الحلقة لكن أنت سمعتيها، تيجي تقولي لي يا ولدي أنت في الجامعة قاعد تصنع نفسك، اصنع نفسك صح، اصنع نفسك بطريقة ذكية، واصنع نفسك بطريقة إبداعية حتى تكون إنسان في المستقبل يشار لك بالبنان، وتكون إنسان تكسب بإذن الله عز وجل، وتكون إنسان تصنع حياتك، وتكون إنسان تأخذ راتب كويس يعيشك حياة كريمة، ويعيشك حياة عظيمة، ويعيشك حياة أنت تبغاها وأنت تتمناها.
هذا هو الكلام. فلما ندرس ندرس على هذا الشيء، ندرس على هذا التخطيط. هل فينا أحد فكر وهو بيدرس رأى نفسه في المستقبل ورأى نفسه بعد 30 ولا 20 سنة؟ ده الكلام اللي نبغى نفكر فيه. انتهت الحلقة رقم 13. أتمنى إنه الشباب يكونوا على مستوى هذه المسؤولية. دمتم بخير وسلامة وفي أمان الله. ألف ألف.